دي عبرنا مع تنس الطاولة. منتخب تنس الطاولة بيصل للجزائر للمشاركة في بطولة أفريقيا اللي هتنطلق يوم 3 سبتمبر الجاري وهتستمر اليوم 9 من نفس الشهر. منتخب مصر كان حقق لقب البطولة في العام الماضي على مستوى الرجال والسيدات وبيشارك في البطولة اللي هتقام في الجزائر أكيد للدفاع عن اللقب واستمرار التربع على عرش تنس الطاولة. قائمة المنتخب بتضم 10 لاعبين، 5 رجال و5 سيدات. قائمة الرجال بتضم عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيالي، محمد شومان وأحمد علي صالح. أما قائمة السيدات فبتضم دينا مشرف، هنا جودة، مريم الهديبي وألاء يحيى ويسرى حلمي. أتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخب تنس الطاولة اللي هيشرفنا أنا متأكدة إن شاء الله في الجزائر.